مجلس نواب الشعب فما أكثر تساؤلات وأكثر مثل تكوين المجلس حتى فيما يخص ال وإلا ما نشوفش كيفاش باش تتكون أغلبية. مازلت اليوم مش لا معناتها ثم أشياء ما تركبش على بعضها ولا ما تمشيش مع بعضها باستثناء كان باش نواصلوا في سياسة متاع التوافق المغشوش على ظهر ولا على حساب المواطن التونسي ومش تحل المشاكل الحقيقية متاع التوانسة. هذا يمكن نقطة استفهام عندي. إمكانية إعادة الانتخابات واردة؟ واردة بيسيغ واردة واردة كان حد إلى حد الآن ما نشوفوش شنو ما القوى السياسية اللي موجودة في البرلمان ما تسمعش كون عنده 51 ولا 51 طبعا سمعش كون عنده 38 قالوا بعضهم من يجموش يخدموا بعد 22 21 17 هذا من كل توري يمكن لازم المرحلة القادمة واحد يتسائل ويتحل الحوار بدون جدل فيما يخص القانون الانتخابي فيما يخص هل صحيح مش تقول رئيس الحكومة مش يكون ما قولوش فايز خاطر كي تبدأ 51 ماكش فايز جيت في المرتبة الأولى واضح ما جيتش في المعتها يظهر لي معتها واللي قلتها حتى في البرنامج اللي اقترحته أنا مش نقول رئيس جمهورية يعين رئيس الحكومة ولا الوزير الأول اللي هو يشكل حكومته ويأخذ ويقدم ثقة أمام البرلمان مش ضروري مش يكون من الحزب اللي جاب أكثر نواب أما مش تبدأ أغلبية معناه مش شرط انه يكون من حركة النهضه مثلا مهما كان الحزب الاول المره هذه الحزب هذاك ينجم يكون حزب واحد اخر اللي ينجم يكون وامكانيه اغلبيه حقيقيه ما تمشي يكون رئيس الحكومه امكانيه ترشيح السيد راشد الغنوشي هذا بالدستور اليوم عنده من حق معناتها هو مش رئيس جمهورية هو اللي مش يقرر هي هذا اللي يقول الدستور طبعا معناتها لازم يحترم الدستور ولكن يظهر لي ما غير ما تحط بالمسبق معناتها وين مش نوصلوا يظهر لي حان الوقت مش يكون حوار ولا مش نتسائلوا هل القانون الانتخابي الحالي يخلي غدوة معناتها مش تكون معناتها أغلبية اللي تخدم برياحية باحترام الدستور باحترام القوانين باحترام وبالتزام أمام الناخبين وأمام المواطنين ولا وهل النظام السياسي يطالب ولا ما يطالبش بعض تعديلات احترام معناتها الانتقال الديمقراطي واحترام المواسات مش نجم تقدم بالبلاد.